سعاده الباشا، عايزه اقول لحضرتك على كلمتين مهمين. طب تعالي لي بكره الصبح عشان عندي حمله دلوقتي يا ام فلوس. ما ينفعش يا باشا الكلام ده يستنى لبكره الصبح. طب روحي لظابط النبطشي. مش هينفع يا باشا، بوس ايدك سايق عليك النبي تسمعني. في ايه يا ام فلوس؟ انا اللي ذبحت هيثم اللبان. ما تتعبنيش معاكي يا ام بلوزه. لما كان نايم في سريره دخلتي ازاي؟ انا جايبه لك من الاخر يا باشا وجاي اعترف. قولي لي عشان اعرف اساعدك. اتفقتي مع بلبله وعزه انهم يخدروا لك؟ ولا ليا صالح بيهم خالص. والبخت الحلو ان انا دخلت عليه لقيته ضايع. دخلتي ازاي؟ من الحيطه يعني؟ كنت واقفه مستنيه على البخت لحد ما البنات نزلت. أمنت نفسي محدش طالع ولا نازل. مين هيلحقك مني؟ لو سمعني اتشاهد على روحك. دبحته يا باشا وخلصت الدنيا من شره. والسكينة اللي دبحتي بيها فين؟ عندي في البيت. طب امضي على المحضر يا ام فلوس. حاضر. هتعدموني امتى؟ أنا عارفة يا باشا إن أنا هتعدم. مستغرب ليه؟ أنت هتتعرضي على النيابة والنيابة هتحولك للمحكمة والقاضي اللي هيحكم. رجع المحضر اللي حضرتك هتكتبه. يخدمني يا باشا واعمل لي محضر حلو كده. أنت مش خايفة من الموت يا أم بلوزة؟ اللي يخاف ما يعملش. وأنا خدت حق ابني خلاص. مش عايزة حاجة من الدنيا. عايزة أروح له بقى. يا أمين. خد ام بلوزه على الحجز وارجع لي تاني عشان نخلص بقيه اجراءاتها. وصي عليها في الحجز ما حدش يقرب لها. دي تبعي. ها تمام يا فندم. شكرا قوي يا باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يوه انا حر. انت ليه مصر تغرق نفسك؟ عشقي دي مصيبه. كل كلامك طلع غلط ومفيش اثبات واحد عليه. أنا كنت بسمع كلامك زمان وبيأثر فيا بس دلوقتي خلاص ما بقتش أتأثر بيه. يا أولاد صلوا على النبي. ما الله في يا فريد. آسر عنده حق. عشق بنت كويسة بس ظروفها هي اللي وحشة. حتى أنت كمان يا بابا مش قادر تفرق بين البني آدم الكويس والوحش. هي دي فريدة يا بابا. لو ما اتفقتش مع كلامها هتطلع ما بتفهمش. أنا ما قلتش كده على بابا ومش عشان تكسب بابا في صفك تبوظ علاقتي بيه. وكمان نظرية المؤامرة. اصحى يا فريدة. عشق طلعت بنت ناس كويسين والدكتور عاصم أبو النور طلع من أهم دكاترة التجميل في مصر. خلاص يا آسر. انت حر. انت زعلت مني يا بابا؟ لا يا حبيبتي انا عارف انك ما تقصديش. انا اسفه يا بابا بس طريقه آسر هي اللي خلتني اقول كلام ما اقصدوش. خلاص يا فريد ما حصلش حاجه. روح اخطبها يا آسر بس بكره تندم. فريد اخوكي ما بقاش صغير من حقه يختار اللي هو عايزه زي ما انت بالظبط بتختار اللي انت عايزاه. فينك يا عم صبري من زمان تنصفني من بنتك دي. الكلام ده كله كذب ما يدخلش دماغ ابنك. لا يعني انت مش مصدق ان انا اللي قتلت عيسى؟ هي دي الحاجه الوحيده الصح في كل اللي قلتيه. انما الرسم ده مش رسمك. كل الباقي بقى ملوش اي لازم. يا ام بلوزه يا ام بلوزه انت تلعب بيك انت والبنات عشان تنفذوا فكره شيطان. هلاك بقى ولا اشتغل. المهم ان انا خدت بطار ابني. انت لو ليكي شركه مش هتاخدي اعدام. انت روح على حبل المشنقه. وانا مش عايزه اغيره. طب ورحمه ابنك؟ لا تقولي لي ايه اللي حصل ومين اللي رسم الرسمه دي. عشق. عشق خطيبة أسر ابني. قالت لي مش انت عايزه تاخدي طارق من اللي قتل ابنك؟ عشق خطيبة أسر. ايوه. قالت لي لما هتروحي هناك هتلاقي عزه وبلبله عملوا اللي لازم. ايه ايدك يا بوسه؟ جميلك ده عمري ما هنساه. ده مش جميل، ده حق.
انت بالله هتعملي ده؟ مش هتاخدي حق بلوزة بس، هتاخدي حق ناس كتير قوي هيثم دداسهم برجليه. بس اوعي تجيبي سيرتي لا من قريب ولا من بعيد. رحمة بلوزة، والله العظيم اللي اكبر من الكل، عمر لساني ما هينطق بكلمه حتى لو لف حوالين رقبتي حبل المشنقه. تمام، هو دلوقتي زمانه في دنيا غير الدنيا، مستنيكي. طيب اروح الحقه بقى قبل ما يفوت. ما تخافيش، ده اللي واخده ينيم فيه لثلاث ايام بلياليهم. بس بقول لك ايه، اوعي تيجي ساعه الجد وقلبك يحن. يحن؟ هو كان قلبه حن على ابني اللي ما عملوش اي حاجه؟ ايوه، انت بايدك دي هتاخدي طار ابنك وطار ناس كتير قوي، خليكي فاكره. وفري كلامك، انا الدم كله بيغلي في حروقي. الحقوا بقى. طيب ما تعطليش نفسك انت، يلا اتكلي على الله. كويس انك جيت يا صبري. عايشة كانت قاعده مستنياك من الصبح، وانا ما رضيتش قاعده يعني اسيبها تقعد لوحديها. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مستنياك من بدري. بس المعلومة اللي عندي إن الميعاد مش هنا. أنا عارفة إنك زعلان، وآسر كمان زمانه زعلان، بس صدقني لما تسمعني هتعرف إن معايا حق. طلعت أجري في الشوارع لغاية ما وصلت للحنفي، واشتريت منه سكينة حامية. سكينة حامية ليه؟ أنت هتتبعي فرخة؟ يستاهل. حصر قلبي على ابني. طب كملي. إيه اللي حصل؟ كملت جري لحد ما وصلت لشقته. هناك اتشاهد على روحك. تبعتي؟ سيبك من اللي انا عملته، خلينا في اللي انت هتعمله. عن نفسي ايه؟ هقوم لك محامي لو اسر ابني مرضيش. انا مش عايزه محامين يا صبري. خد خد المفتاح ده، شيل المرتبه بتاعت الكنبه، هتلاقي قفل افتحه، هتلاقي فلوس وتوكيل انا عامله لك. ايوه بس انا مش عايز منك حاجه. ده مش عشانك. التوكيل ده بيع المحل، بيع وشراء البلبلة. بلبلة؟ زي ما ضيعت روح عايز ألحق روح، يمكن ربنا يسامحني ويعفي عني يوم الموقف العظيم. فلوس أديها البلبلة؟ لا، خليهم معاك لحد ما ينفذ أمر الله، طلعهم رحمة ونور على روحي. دول أمانة يا صبري، هسألك عنهم يوم ما نتقابل. في رقبتي يا أختي. امشي دلوقتي يا صبري، امشي وما تجيليش هنا تاني، خليني صلب حيلي لغاية الآخر. يا ست ما تسيبيني أجيلك هشوف طلباتك لغاية ما نشوف إيه اللي هيحصل. من اللي أنا بقولك عليه يا صبري، وأعمل حسابك لو جبت سيرة عن اللي حصل ولا عن عشت هقول ده ما حصلش. أقرا لي الفاتحة لما تفتكرني. يلا يا امين خدني على الحجز. يلا استمع. استنى يا امين. امشي بقى يا صبري. يلا يا امين.